من الناس بالماء المغلي، وكيف الناس أنه استفدوا من استفادة خاصة جدا وتعلموا على أنه ينقيوا الأخطاء من بعد عملية استعمال اللحوم بكثرة، بخصوص كاليتي استعملها كل ما تفضروا ثم مع العائلة إذا كان زيارات وصلة رحم، وثانيا كاليتي تطبخ داكشي بطريقة شوية مشحمة وما يتنتبهش، فلا بد أن تأخذ الماء المغلي قبل الأكل احتياطا ومن بعد ما تتم عملية التخمة والعياءات على الأمعاء. وحاجة أخرى تكون أحيانا إسهالات أو إمساك، فلا بد يستعمل الماء المغلي، عطى نتائج كبيرة قبل ومن بعد وأثناء. حاجة أخرى لقينا على أنه الماء المغلي عموما تريح الجهاز، حتى الإسهالة بات لواحد الطويجن في المعدة ولا غير في المعدة ولا الأمعاء؟ مع بجوج بجوج، حتى الإسهالة بات له شي طويجن وما بقى فيه الحال، تاخذ واحد جوج كيسان الماء المغلي وما شاء الله تنطلق انطلاقا بعد ربع ساعة كأنه لم يأكل اللحمة أبدا طويل. هذه من جهة، وهذه ولات أسلوب جميل اللي بدأت تستعمل، لذا تنصح الكلينيك بدأوا يستعملوه بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية، وعندهم حساسية بكل أنواع ديالها، جلدية أو ديال التنفس أو ديال الأنف، كذلك الناس اللي عندهم عياءات الأمعاء باش يطلقوا الكرش ديالهم شوية، لكن إمساك أو إسهال، اللي تهز التخمة ونتعلموا نقيوا بداية على طريق الماء المغلي، ولقينا على أنه إعادة مراجعة المطعم ديال الكلينيك حسب ما تنشوف أنه ما بنيش على أسلوب علمي مع الأسف، سنبدا نعود نشوفوا معهم يبعدوا من ذاك المقلي والدجاج الرومي واللحوم الحمراء، مادام السيد مريض وجا لكلينيك باش يتعالج وينقي، ركزوا على السباك أكثر والمقلي ممنوع، ركزوا على الماء المغلي فيه بصل وثوم وبعد نص وشوية ديال الوراق الزيتون، غادي يكون هذه الشوربة أفضل مما هو عليه ذاك الصبة اللي تتعطى بطريقة تقليدية. مزيان، ونحاول نشوفوا كيف انه نبني وان شاء الله شربات واطعمه واكل يكون ان شاء الله صحي، ونقدروا نتعاونوا معهم في سبيل الله، نجلسوا معهم جلسات ونحاول نرجعوا معهم التجربه اللي عندنا في هذا الجانب. لدفع الماء المغلي سلاح اللي باغي ينقي الامعاء من التخمه والعياءات والامساك وحموضه، وكذلك اللي بغى يجدد النشاط ديال الرغبه في الاكل والشهوات حتى انه ينطلق الى التويجنات طبيعيين بلديين نقيين ان شاء الله تعالى، فيستفيد وتكون جلسه عائليه طيبه ومباركه. اذا اللي دخ يعني تلفوا عليه كاع الوصفات على الاقل يتفكر الماء مغلي لاحظتوا تلبسطوا نعم باش ما ندخلوش التعقيدات، غير فقط كاينين الناس اللي تيقلدونا في هذا العمل، حنا تنقولوا مزيان تستافدوا، وكاين الناس اللي تخدموا باسمنا فتيقول حنا مع العلوي او حنا مع العلوي، هذا كلام خاطئ. العلوي اللي بغى مراكز معلومه ومفتوحه، واللي بغى يتعلم مرحبا، احنا ما تنزيدوش على الناس، وبالعكس انا تنعلموا باش نقربوا هذا الخير، فاللي تيقول تخدم اسم العلوي فهذا خطا، العلوي عنده مراكز ومعلومه ومحروفه، والانترنت فيه وصفات تنعلنا على الملا، ما بغيناش نبيعوا نشريوا في البشر او في العلم، هذا العلم تاع الجميع واللي محتاجه حتى انه الناس يستفدوا، فالله يجزيكم بخير، ما تبقاوش تسمعوا لاي كاتوك انا مع العلوي او كذا، اللي مع العلوي راه معروف. نعم مراكز معلومة. نعم طيب غادي اذا لا لي التقليد ياك يردوا الناس يستافدوا، ولكن نعم. ما يكذبوش على الناس، طريقه صحيحه ومعقوله. واش نشربوا هذا الماء سخون شويه ولا نخليه دافي ولا تيبرد ولا شنو بالضبط؟ هو الماء المغلي الجميل هو كل ما شربنا شويه سخون فهو افضل، خصوصا اللي عندهم نزله البرد او عندهم عياء تاع الامعاء، يشربوا شويه سخون ويمشيوا يناسوا تيعرقوا مزيان والجسم تيفرغ، لان القدره ديال ذوبان السموم في الماء كل ما كان سخون تتكون افضل والعافيه تتكون ميسره. بالنسبه للناس اللي عندهم عياء خفيف ياخذوا شويه دافي ويستعملوه، وديما قبل الاكل بواحد نص ساعه ساعه، او في عند الاستعجال، حيت الناس يقولوا اش غادي ندير، تقول عند الاستعجال لا كلام، في الوقت ديال الاستعجال شرب ذاك الماء المغلى شويه سخون او شويه دافي لا باس، كل ما كان شويه سخون يكون افضل. عندي ناس بتتشدوا من نزله البرد تيشربوا الماء المغلى شويه سخون وتيمشيو يرتاحوا ويتغطى تيعرقوا مزيان نص ساعه 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 وربع، ناخذ دوش وتيخرج النشاط ديالو، بمعنى قدره على تنقيه وتجديد المناعه خارق 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 جدا. نعم. لافت تلقاو راسنا انه ما تنخدموش بمواد مسيئه او مضره او فيها سلبيات او دي كونتر انديكاسيون، بالعكس تخدموا مواد اللي هي بسيطه وهي محايده
محايدة، وهذا مصطلح خصنا نعتمدوا اعتماد ونفهموه فهم ونضبطوه ضبط، وهكذا تنكونوا. فاحتيكو خويا خديت الماء مديني غلي عاد تستعملوا. نعم. حتى دخلوا في المغلى، لذا حنا بغينا سيدي مغلي، فبغينا سيدي مديني. سيدي مغلي. نعم. ان شاء الله غادي يكون طيب. سؤال تيقول لك انا عندي ان سي اش، واش نقدر ناخذ الماء والبصله وكيفاش ندير المرجان؟ هو لا ار سي اش يكون جروح والتهاب على صعيد الامعاء، والناس اللي خداو الماء والبصل يجربوه. علاش؟ لان الماء والبصل منقي وتعاود تنقيه الامعاء، فهذه مرحله اوليه. فلي ما قدش على الماء والبصل تيدير الماء والمرجان مع شويه العسل، مزيان. وكاين اللي يبغى يخفف البصل مع الماء تزيدو شويه البعدنوس او شويه العسل او شويه المرجان. اذا اختي الماء والبصل فهو جيد، وبخصوص مزيان في الكرون بزاف، لا مالادي دو كرون. الكرون اللي هو التهابات وتعفنات تقيح تاع الامعاء. مزيان حتى في الار سي اش، غير ار سي اش يكون عندهم اسهال احيانا، فالماء والبصل شويه يمحنهم فياخذوه مره فيه مره لا، ويكثروا من الماء والمعدنوس، يزيدوا له خل التفاح والعسل يكون افضل. فقط في الار سي اش او في الكرون او في السيلياك او في الحساسيه ديال الجلوتين وهذه التعفنات الامعاء او سرطانات الامعاء، انا تنفضل كثير نشتغل بقشور الرمان وشويه الزعتر والشيح بكميات خفيفه، نصفيه ونغليه مع الماء ونصفيه ونزيدوا له العسل، ولما لا حبوب اللقاح. كل ما الانسان ما عندوش مرض الكبد او القلب ضعيف نعطيو شويه الشيح والزعتر لا باس. اما لك الكبد متعب تعطيو قشور الرمان اكثر، لذا انه حسب الحاله فقشور الرمان تيكون محايد افضل. نعم. والشيح والزعتر اللي ما كانش مشاكل الكبد التهاب او عيالات. نعم. او سيروز تيكون حتى مزيان، حتى تنكون ان شاء الله في المستوى اللي فقط. نعم. الناس ما تنتبهوش انه هاد الشوربه تاخذوها قبل الاكل بساعه لساعه ونص، وما تاخذوش من بعد الاكل او مع الاكل مباشره، وتاخذها 5 إلى 7 مرات في اليوم، لان عندنا التهاب، عندنا جروح، عندنا تقيحات، فخصنا لابد نخدموا 5 مرات هذه الشوربه الى 7 مرات، ونحاولوا ما امكن اننا نحيدوا المواد اللي تضر بالامعاء. الناس ما يبغاوش يفهموا ان اللحوم تضر بالامعاء، ممنوع اللحوم الا السمك اللي هو خفيف وسهل الهضم، اما كل ما هو بقري ولحم احمر كله بالعلف ديالو والطيور كلها ممنوعه حتى المقلي. اذا فهذوك كل خصنا نبعدوا منهم لانهم تيضروا بالامعاء. وقاعده عند علماء التغذيه، الشيء اللي ما بغاوش الاطباء ينتبهوا له، انه اللحوم تضر بالامعاء، اذا خصنا نبعدوا منها. الا السمك، ولا خدينا 100 غرام في النهار، النهار لا لا باس، ولكن ما يكونش مقلي يكون طاجين. ولا زدنا المرجان تنزيدوا نقويوا الامعاء. لذا القاعده عندنا المرجان 3 شهور تنقضيو على امراض الامعاء كامله، بالكرون ديالها والار سي اش ديالها والسيلياك ديالها وكل الحساسيات والالتهابات حتى التشققات نتيجه لا كونستيباسيون. اذا خصنا نتعلموا نستعملوه 50 غرام الى 200 غرام في النهار، وتنقسموا على الفطور غدا عشاء بطريقه مخففه، وتناخذوا تغذيه 100% نباتيه ما امكن، والا شويه ديال السمك الا كان طويجن، الا كان الحاله ديال فقر الدم، وما خصهاش نطيحوا في التقليد. وعلماء التغذيه بحثوا بشكل كبير، وفيهم دابا كثير انهم تيناديو نداء كبير، بركه علينا من اللحوم، راه صراحه عياونا وتعبونا. وعندي قاعده عندي في العياده تنحيد المواد الحيوانيه كامله، ممكن شويه السمك، ولقينا على انه حتى السرطانات تعالجوا، بدليل القدره على ضبط الار سي اش والامراض الامعاء والمعده بتجنب اللحوم بشكل صارم، وهكذا تبدأ تنبني واحدة واحدة. دكتور بغيت غير نسولك، انا نصام تيضروني يعني قبل العيد 10 ايام. اييه. يعني ديما فيهم الوجع، ديما كنتوجع ومشيت عند الطبيب قال لك طيبين، وخرج لي الدواء، كان انا تنشرب ذاك الدواء ما دار لي والو، وكنت من فوق. هو القاعدة عندنا في هذه المشاكل ديال الامعاء تيضروا، اولا بدات تاخذ مغلى الشيح. اها. او مغلى الزعتر. او مغلى الشاي. الى الكبده عيانه الشيح والزعتر بعد منهم. الى الكبده مريحه ديما نغلي كاس الماء في حبوبتي، او كاس الماء في شويه ديال الشيح في كاس كبير 200 غرام، تنزيدوا نص معلقه صغيره ديال الشاي او الزعتر او الشيح. مزيان. تنصفيو تاخذوا 5 إلى 7 مرات في اليوم. ولما لا الى حليناه بالعسل، ممنوع الماكله اسبوعين، ممنوع الماكلة أسبوعين، خلي الجسم يرتاح. القاعدة دابا حاليا حضرات والعلماء التغذية تأكدوها، تيقولك الجوع تريح أعضاء الجسم وتنقي الجسم وتعاود تساعدوا على إعادة بناء. تعلموا الجوع شي شوية، الله يجزيكم بخير، وحنا أمة الصيام. مزيان. إذا الشيح
مغلى نصفيه وشي شوي صفيه ونحليه بالعسل ناخذه 7 إلى 9 مرات في اليوم لا بأس أسبوع أسبوعين ما تبقاش عيائات الأمعاء. أما مغلى الشيح لاحظنا على أنه الناس اللي عندهم هذا النوع من العيائات 3 إلى 4 مرات في اليوم مع شوية العسل بين 2 إلى 5 ساعات الحمد لله ما تبقاش هذا النوع من المغص أو هذا النوع من العياء وهذا النوع من المشاكل. فقط الله يرضي عليكم متى تبدأوا علاج معين لاحظوا وقيدوا الملاحظة وغتبان لكم الفرق بين عياء عادي عابر بحال 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 تيكون الامصار العياني تيكون اسهال او تيكون شويه ديال التغرغير. هذا تعطيو مغلى الماء 3 إلى 4 كيسان كل ساعه تعاودوه 4 إلى 5 مرات في اليوم تدخل شويه ديال التونسون تتنزل عادي مزيان واخا. في هذه الحالات ناخذ شويه ديال التمر او الزبيب وتنعاودوا ذاك الماء مغلي جوج كيسان 3 كل ساعه 5 إلى 6 مرات في اليوم تنتهناو من هذا المشكل. والا مغلى الشاي كاس تنعاودوا كل ساعه 5 إلى 6 مرات في اليوم اللي حتى التونسون تتنزل تياخذ التمرات وتيحاول يعاود الكره مره ثانيه وثالثه الحمد لله المشكل ما تيبقاش. وتعلموا تقيدوا هذه الملاحظات كل واحد وجسمه. كاين اللي عنده مشكل معقد غادي يخصو 3 أيام 4 أيام 5 أيام كاين اللي الساعه الاولى الحمد لله ما تيبقى فيه مشكل. هذه كلها دراسات ميدانيه. وشكون اللي يقول الشاي انه صعيب على الجسم؟ شكون اللي يقول الزعتر والشاي صعيب على الجسم؟ مادام تناخذوا الاحتياطات والمعلومات اللي عطي لكم فكونوا ان شاء الله صارمين ومنظمين هكذا تكونوا ان شاء الله في احسن حال. المعده ديالي طيبه دي ساره طيبتها فين في كوكوت هادشي اللي كان المقلي شوف المقلي والمعلبات سعيدة تقول لك يعني مصارن طيبين هاد مصطلح كان التهابين وعملت الامتصاص ما تتكونش تيكونوا منتفخين. فهاد الحالات قشوا الربان مع معلقة العسل ديروا من مدة 5 أسابيع ما تاكل حتى شي حاجة أخرى إلا إذا عندها فقر الدم تنعطيها شوية ديال السمك طيب في الطاجين مع شويه المرجان او المرجان تبني الامعاء وتحيد الالتهابات وتعاون على هذا النوع من العياءات وتحاول تصبر خمس اسابيع بدون مواد حيوانيه. راه ذكرنا المشكل سلفا وتعلموا تستعملوا هذا النوع من المواد فقط. كاين الناس اللي عندهم هذا النوع من العياءات يتعلموا من بعد اسبوع اسبوعين من هذه الفتره العلاجيه يبدا ياخذوا الشعير بلبوله الشعير مفوره بديت نزيد شويه ديال المرجان وشويه ديال منبات الحلبه وشويه ديال منبات القمح وتعلموا ياخذوها هكذا بهذا الشكل الى غايه بناء الامعاء حتى الجسم نعاونوا على البناء. والشعير بلبوله الشعير من جهه وثم من ابره بدا ياخذ البناء من بعد الاكل يصبر يزيد شويه الزعتر او شويه ديال قشور الرمان تعلم ياكلها هكذا تنضبطوا عياء الامعاء من بعد 5 أسابيع ديال البرنامج اللي تكلمنا عليه ديال الشيح أو زعتر او قشور الرمان او عسل مع الشوربه مع الشاي وخمس خمسة الى سبع مرات في اليوم ثم التمر. لقينا على انه من بعد 3 أسابيع ممكن 5 أسابيع لقينا الناس بدا ياخذوا عاود شويه ديال اللبن وشويه ديال بلبولات الشعير تنعالجوا تنبنيوا الامعاء وتنعاودوا نشطوا عمليه الامتصاص فالامتصاص يكون سيد والجسم تبدا تبني بطريقه جيده. فالله يرضي عليك تنبسطوا ماشي باش واحد اخر يستغل يقول انا راه مع العلوي انا في مدرسه العلوي لا تنبسطوا باش الناس يستعملوا. اما ملي تعطيو برنامج الناس بحسب الحالات هنا تتبقى عمل لابد فيه جديه ومتابعه. فنقول الوصفه ما هي الا 7% النجاح. النجاح الكامل هو المتابعه. اجوا عندنا المركز اتصلوا بنا في التليفون اتصلوا بالقناه شدا اف ام باش حقا انه نعطيكم التوجيهات الصحيحه. كاين اللي عنده اخطاء كاين اللي اخطاء ما عرفهاش مثلا كاين اللي عنده السل في الطريق كاين اللي عنده جروحات معينه هادشي كله خصو حسن المتابعه باش ما نستغلوش الناس وحنا ما تبغيوش نتخلصوا على هذا النوع من الوصفات لأداء علم ينتفع به بغينا صدقه جاريه. اما اللي يبغى يعاود يعطي وصفات يجي يتعلم كاين امتحانات كاين مباراه كاين دورات تكوينيه نعطيوها في الحق ديالها والقواعد ديالها العلميه فنسير بحال دابا الفريق اللي كوت على صعيد الجزائر تينجح ولكن تيعيط كيف ندير الهادي راه حصلت على النتيجه الفلانيه التحاليل اللي كاينه في الطريق حتى نمشي بطريقه علميه. اما استغلوا جهل الناس ما عندها ثمن. انا عندي مشكل في المصران يعني مالاد دو كرون كتقول بلا دارت العمليه ودابا عندها راحة ولا رأي في الدس ديالي عملية وبغيت وصفة لي فوقاش دارت العملية ما ذكرتش شو عندها من عام
ما ذكرتش ما بعد العملية كيف حسات براسها؟ إذا خصها تصل بينا معلومات خصها تصل تعطي لها معلومات دقيقة أولا بداية ثانيا أنه الناس اللي تياخذوا هذه الأدوية اللي عندها علاقة مع هذا المرض هذا تياخذوا في واحد المدة كاين اللي تضروا كاين اللي تيمشي الألم ولكن ترجع من بعد إذا فلابد أن نسولها سؤال باش نعرفوا الناس يعرفوا واخا العملية شنو هي طيب. أما لما رادي دي كرون غالبا أنتم شفتوا أنه تتلوى المصارن أحيانا تضطروا يديروا عملية كي تحيد سنتيمترات والغريب هو أنه تقدر يضرب المصارن الرقيق أو المصارن الغليظ على حسب الحالة فتكون أحيانا التواءات فلا بد في هذه الحالة هذه بعد المرجع تبدا به زيت الزيتون على الريق إذا ما كانش عندها إسهال ومغلى الماء مع قشور الرمان والعسل يكون 3 4 5 هذه المرات الغريب هو أنه هذا قشور الرمان أو الزعتر أو الشيح أو أتاي أو الشيء الأخضر أنه فهم ذاك الصبغيات وسبحان الله من الجميل في إعادة بناء لا ميكوز انتستينال ذاك الغشاء ديال الأمعاء ذاك الميكوز انتستينال والجميع حتى لك التقرحات أو الجروحات أو حتى الأوعية الدموية الصغيرة اللي كاينة تما تقدر نعاودوا نبنيوها ودراسة تبينات على أنه لا كولونوسكوبي قبل داكشي تيكون كحوليه وتعفنات في المكان من بعد العمليه العلاجيه تتولي بخصوص عمليه التنقيه تتولي المنطقه فيها داك لوغوزي داك اللون ديال الدم والحياه تتبان على اسمها سي كولونوسكوبي مزيانين انهم يداروا قبل ومن بعد وتيبقاو دي دوكيومون حتى تبارك لي غاسترو ديالنا وتعتبر اختصاصيين في هذا المجال ينتابوا ويشوفوا النتائج حتى انه تولي وثائقهم وابحاثهم وان شاء الله يعتمدوها باش يبنيوا العمليه العلاجيه مع باقي المرضى ان شاء الله.